السلام عليكم، فين اخو هانين؟ وكما جرات العاده الليل هذا نهضر شويه في شي حوايج مهمين شويه يعرفهم بنادم وكذا. كاين اللي ما عارفش وصار دابا هادوك اللي تيبقاو يهضروا معانا على الشي ديال المنظمات ديال الاحترافيه وديال ديال حنا اللي دابا اللي ما طالعين من النار ناجينا لهاد البلاد هادي، ما لعبنا لا احتراف لا والو. شنو السبب؟ وعلاش؟ واش حنا اللي منا الغلط؟ واش حنا هما اللي غالطين ولا اللي مسؤولين هما اللي غالطين؟ دابا تجيو بحال هكا تقولوا مثلا، تجيو الدور وتقولوا نتايا ما لعبش، وفين هو هاد اللعب؟ لقيناه حنايا، لقينا حنا شي لعب. فين هو هاد اللعب هذا اللي رفضناه اصلا؟ ما غادي نجيبو اللعب. دابا انت دابا بنادم، دابا بنادم ما كلاي بعقلكم، بالكم بما ايه كيفكر بعقلو. راه الا ما كانش اللعب ما جابوش لنا اللعب، راه ما غنلعبوش، راه حاجه عاديه. شنو غنصنع منظمه ديالي؟ نصنع شي حاجه ما كايناش؟ راه خاص امكانيات، خاص دعم، خاص دعم، خاص اللي يوصلك، خص لي وصلك بلا ما تطلبو كاع اصلا كاع، لانك من حقك توصل كمواطن، من حقك توصل كرياضي، عندك ما تقول، من حقك توصل. هذه حاجه واضحه. دابا انت بحال دابا مثلا تنجي عندك انا وتنقول لك اجي لهنا، علاش ما شريتيش طياره؟ يا الجيعان يا المكشف، علاش ما شريتيش طياره؟ واش هذه هضره بعقلها؟ تقول لي واخا نتمنى طياره ما عنديش باش نشريها، ما كاينش فلوس. لاننا حنا كلنا كنتمناو. راه اي واحد فينا مثلا ما كيتمنى يكون دابا في اليو اف سي، كي غادي دير توصل اليو اف سي؟ حتى انا غادي نطرح عليك نفس السؤال، نضربك بنفس السؤال، علاش ما وصلتيش اليو اف سي؟ كون كنتي ناضي كون وصلت اليو اف سي. وانا كنشوفك عايش في المغرب، وكنشوفك حتى امريكان ما عندكش كيفاش دير توصل ليها، عاد بالاحرى توصل اليو اف سي. خص الانسان يبقى يطرح شي حاجه قبل ما يطرح شي هضره، خصو يطرحها متناسبه ومتناسقه مع الواقع ديال داك الانسان. حنايا عشنا هنايا ما لقينا لا دعم، لا دعم، لا في الرياضه، لا منظمات، لا حتى شي حاجه. حتى هاد الجامعه ديال اللبان ديال الامامه والزمر منين جاو دابا من معتم مترين عنا هكاك ما عرفتش علاش، وتعرفونا وكلشي، وكنا كنقول لهم بغينا نشاركوا، بغينا هادي. حتى لما صدقاش كاع في هذا الاحتراف، لما صدقاش ندخلوها معاكم نقربلوها، حتى حنا في اللعب، حتى حنا راه بحالنا بحال ياك الجامعه مغربيه، وراه من حق اي مغربي بزز من بنادم خصو يلعب ذاك المغربي. راه حاجه واضحه، راه ما غاديش نطلبوا، راه ما نطلبوش شي واحد. راه الا كنتي مغربي راه ما حقك تلعب، لان الجامعه ديال المغرب ومن الديبار جايين مترين على بنادم. شنو المعنى ديالها مترين عنا؟ جارين عنا، جارين عنا بناني، ما عارفيني وطالبهم شحال مره باغي نلعبوا كدا وهادي، وباغيين يشاركوا، محيدين لنا، ما عندين شي بطولات ديالهم، دايرين شي حاجه ديالهم، ما عرفتش شنو داكشي دايرين تماك، ما قابليناش حنايا. شنو غنسميوها هادي؟ شنو نسمي؟ عرضناكم، عرضنا لكم شي حاجه تماك، عرضنا شي نظام، عرضنا شي راي، ما قلنا والو. كلمه العيب ما قايلينهاش، ما خرجاش. شنو السبب اللي تيخلينا حنا مرفوضين؟ فسروا لنا. الا ما كانش شي حاجه، شي حسد ولا شي غيره ولا شي حاجه، ولا شفتونا حارين عليكم، حارين بالمزيان، انطحنوا لكم كاع داكشي اللي كاين تماك، هادشي اللي غنفسروا. حاجه واضحه. ف يدور بنادم تيدور يقول لك ما كون ما لاعبينش ولا ما كون، فين هو اللعب؟ حنا لقيناه، كنا هضرنا على شي منظمات احترافيه بغينا نمشيو نلعبوا فيهم، طالبين لنا الفلوس بزاف، وحنايا ما عندناش باش دوك الامكانيات. واخا يكون عندي انايا، راه كاين دراري معايا ما عندهمش. مره كنمشيو باش طلعت لعب في الامارات ولا كذا ولا هادي، خاصك تخلص، خاصك تجي سميتو تلعب في مصر، دوز تحقق في الريكورد ديالك 3 كومبات، تربح منهم 2، وكل مشيه غادي تمشي وغادي معاك المدرب اللي عنده صله بهم مثلا، وغادي تخلص. وما عرفتش اخويا، راه قليله غادي تقام عليك هذيك الشيء، نخلص على راسي ونخلص على الكورس اللي معايا، راه قليله كتقام شي 10000 درهم في كل مشيه،
عاد زيد عليها من الفوق، عاد زيد عليها من الفوق. مني غادي تبغي تطلع الامارات هذا، لو قدرك الله انك ربحتي دا حققتي داك الركور باش تطلع عاوتاني تلعب ديك يو ا او ولا ما عرفتش داكشي. قالك باش شنو هو باش دير تيتر، باش دير كارير، شحال ديال الفلوس انا غنحط وانا ما عنديش باش ندير انا كارير. كارير فاش؟ في مصر ولا فاش؟ كارير في منظمه ديالاش؟ منظمه شكون اللي يعترف بك كاع اصلا؟ كاع شكون اللي يعترف بك؟ دوك المنظمات كاع اصلا ولاو دايرين بحال بحال داك الحلاقه ديال جامع الفنا. شكون اللي يعترف بك؟ شكون اللي يديها فيك؟ شكون اللي حتى واحد ما يهتم بك كاع. هادشي شوف الا ربحتي داك الشيء ملي تربحو عاد خصك تصرف مصاريف اخرى. تقول لا قلب على مناجر، خصك مدير اعمال. طحنا في مناجر، طحنا فيه شحال من مره. راه كنطيحو في شي وحدين، ماشي مناجر، راه مصاصين الدماء. راه داك اللي غيخلص عليك ولا شي حاجه راه تيعتبرك متعلم عنده، راه يبدا يسبك بعض الاحيان، يبدا يتهز عليك. وانا طحت في هاد الامور هادو، يبدا يتهز عليك ويتعنطز عليك ويقولك انت ما لعبتيش مزيان ولا كذا ولا قدرك الله وخسرتي. خساره معرضين ليها كاملين. شكون قدر لك الله وخسرتي ولا كذا ولا هادي، ويتهز عليك ويقولك ما درتيش. هو راه ما لعبش سبارينغ في حياته. علاش؟ هو الاستاذ ديالك، هو القائد ديالك، لانه تيدعمك ماديا فلوس. راه ماشي هكا السبور، راه ماشي هكا البطل. راه حياة البطل ما دايرهاش بحال هكا، وعقلية البطل ما دايرهاش بحال هكا. والله البطل عنده واحد الكبرياء في نفسه ديال البطل ديال الرياضة، لا سواء كان بطل رياضي ولا كان فنان ولا اي شيء من القبيل. راه ما غيرضاش يتدل على قبل فتات ولا على قبل مادة ولا على قبل. راه اي واحد رياضي مدوز عنده واحد التاريخ في الرياضة راه ما غيرضاش بطبيعة الحال. الامور لا بد ما يفهمها بنادم. اما هذيك الهضرة ديال منظمات ماك ما طلعتيش انت ولا سب ولا شتم ولا تقليل من القدرات. شحال هذه حطنا تحديات، راه قلنا وبارك عنا كاع دوك اللي تحداونا تحديناهم، وبيضقنا كاملين قلنا لهم كاع دوك اللي تيقولوا انا وانا في هذا الشيء ديال القتالات الحره وقتالات الشوارع وفاش ما جات كاع الكومبات المطايفات حنا قادرين عليهم، حنا قادرين عليهم. وقلنا وكررنا وقلنا كنحترموا الرياضيين وكذا، والناس اللي كيحترموا راسهم، والخماج اللي كيتجرع عنا ولا كيسب لنا يلعب كومبا في احتراف ولا جوج كومبات ولا ثلاثه، واش يجي ودي يتهز عنا وبدا يبغي يبين راسو راه ناضي زعما. راه قلنا لك قادين عليك وقادين على اللي مسيرك لا في الكومبات لا فاش ما جات. وهذا الامر حنا هضرنا فيه، كنهضروا كرياضيين بكامل الثقه في النفس. هذا الامر حنا هضرنا فيه وعلى العموم. السلام عليكم خوتي.